اعتدنا أن نعافس هذه الهواتف، زين اعتدنا أن نعافس هذه الهواتف مع الواتساب ومع الفيسبوك ومع التويتر ومع حتى لوثت عقولنا، زين ويعني غبرت قلوبنا بسببها، حتى أن الإنسان ما يضع جنبه إلا والهاتف في يده، يعني يستأذن الهاتف أول شيء ثم بعد ذلك يضع جنبه. الأصل أن الإنسان خلاص يودع هذا الهاتف قبل 20 دقيقة على الأقل أو ربع ساعة، يودع يقول له نلتقي الصباح إن شاء الله تعالى، هي ريح أنت وخلنا نرتاح، أنت هقع وأنا هقع، نتلاقى الصباح بإذن الله سبحانه وتعالى. فيمكث تلك الربع ساعة مع نفسه فقط، ما مع حد أبدا، ما مع حد، حتى الأهل خليهم لكن لهم وقت وحدهم، والنفس لها وقتها، يجلس الإنسان يتأمل ولو كانت دقائق صمت فهي عبادة ما دامت فيها تفكر ومحاسبة ومراجعة، لو كانت دقائق صمت ما تحدث فيها اللسان فهي دقائق عبادة. لماذا؟ لأن الضمير في تلك اللحظة يناجي الله سبحانه وتعالى، القلب يناجي الله سبحانه وتعالى. وكم من مناجات هي ألذ وأشهى وأحلى من لقلقة اللسان. ولذلك الإنسان يأخذ نصيبه من هذه الروحانيات.